نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة دورة تدريبية بعنوان قوة الكاريزما، وذلك بمبنى التخطيط في منطقة الدفنة. نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة دورة تدريبية بعنوان قوة الكاريزما، يقدمها البروفيسور كيرت مورتسون رئيس المعهد الأمريكي للقيادة والكاريزما. محاضرة اللي هي بعنوان قوة الكاريزما اللي تستهدف تقريبا يعني شريحة كبيرة من القيادات الموجودة يعني في البلدية، حتى يعني ممكن يستفيدون منها حتى يعني أي وزارة أو مؤسسة ثانية في المجال. بالنسبة للموظفين يفيد أنه ممكن ترى يعني الانتاج عنده يكون أكبر، الانتاج يكون أكثر يعني عنده، يفيد في هذا الشيء. بين فترة وفترة إدارة تخطيط البنية التحتية تسوي هالدورات يعني أو تنظم دورات من هذا القبيل، يعني مختلفة، دورات مختلفة، يعني مثل ما تقول دورات إدارية، في دورات فنية، يعني دورات مختلفة. تهدف الوزارة من خلال إقامة مثل هذه الدورات التدريبية إلى إعداد موظفين قادرين على الاستجابة السريعة للتغيرات ومواكبة التطورات التي تحدث في بيئة العمل، بالإضافة إلى استخدام أفضل الطرق في حل مشكلات العمل وتحقيق أعلى المستويات من الأداء في العمل من خلال الأساليب المتطورة والكوادر البشرية القادرة على التجديد والإبداع.